بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، برنامج علم الاجتماع التطبيقي. إن شاء الله إحنا هنبتدي محاضرات في مادة الجريمة والمجتمع كود 423. هذا المادة أو هذا المقرر بيتضمن ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى اللي هنبتدي نتكلم فيها، بنعرف إيه الطبيعة الاجتماعية للسلوك الإجرامي، وبعد كده بناخد ثلاث محاضرات في أهم النظريات اللي تناولت السلوك الإجرامي وتفسيره، ثم بناخد بعد كده ثلاث محاضرات آخرين في تطبيقات ميدانية لمجموعة من الدراسات اللي تم إجراءها في مجال علم الجريمة والمجتمع. المحاضرة الأولى اللي هنبتدي بيها النهاردة إن شاء الله بتتكلم على الطبيعة الاجتماعية للسلوك الإجرامي. لما نيجي نعرف السلوك الإجرامي، ده أمر ليس بالسهل أو الهين. ليه؟ لأن أساسا المشتغلين في هذا الفرع من المعرفة لم يتفقوا على تعريف جامع مانع لهذا العلم. الحاجة الثانية أو السبب الثاني، أن هذا العلم، علم الإجرام، خرج إلى حيز الوجود من خلال عدة علوم اللي بتهتم بدراسة الإنسان والمجتمع، وبالتالي كل باحث نتيجة لتخصصه، نتيجة لنتائج الدراسات والأبحاث اللي بتجرى في هذا التخصص، بتتباين التعريفات وفقا لهذه التباين في فروع المعرفة. يعني على سبيل المثال، لما نقول المتخصصين في الأنثروبولوجيا بيحاولوا تعريف علم الاجتماع في ضوء صبغة أنثروبولوجية، وعشان كده على فكرة فيه تخصص اسمه علم الأنثروبولوجيا الجنائي، زي ما في علم الاجتماع، علم اجتماع الجريمة. برضو المتخصصين في علم النفس، في الطب الشرعي، في الأمراض العقلية أو النفسية، كلهم بيحاولوا يعرفوا هذا العلم نتيجة لهذه التخصصات، سواء كانت على سبيل المثال في علم النفس أو في القانون أو في الطب الشرعي، كله بيعرف الجريمة في ضوء ده. في اتجاه آخر في علم الاجتماع بيميل إلى أن يجعل علم الإجرام علم موسوعي يتضمن كافة العلوم الجنائية. أنصار هذا الاتجاه بيرى أن علم الجريمة هو علم مجمع لجميع الأبحاث والدراسات اللي موضوع الجريمة بيعد موضوع أساسي ليها. من وجهة نظر ثانية، علم الإجرام يمكن تعريفه أنه بيجمع العلوم اللي بتدرس بقى المجرم والجريمة والبيئة وأسباب الإجرام والوقاية والعلاقة بين تلك العلوم والعلوم الجنائية الأخرى. بصفة عامة ممكن نقول، لو احنا عايزين ندي تعريف شامل، ان علم الاجرام او علم اجتماع الجريمة هو ما هو الا الدراسة العلمية لظاهرة الاجرام، وبالتالي هو بيقف موقف وسطا بين العلوم التي تدرس الانسان بصفة عامة. من البديهي ان علم الاجرام في بحثه للظاهرة الاجرامية بيدرس حياة الفرد، بيدرس الجماعة، بيدرس ازاي اسباب وطرق الوقايه من الجريمه، وبالتالي ممكن هنا بيستعين بالعلوم الانسانيه المختلفه في فهمه وتفسيره للظاهره. لما نيجي نصنف ايه هي انماط التعريفات طبقا لوجهات النظر المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليها، ممكن نحصر تعريف الجريمه في ثلاث مفاهيم اساسيه. اول حاجه بنسميها المفهوم الشكلي. المفهوم الشكلي باختصار بيرى أن الجريمة هو الفعل الذي يقع بالمخالفة لقانون العقوبات، بمعنى إن أنا عندي نص في القانون بيقول، هذا النص بيعرف نمط من الجريمة، أي سلوك إجرامي. هنا بنقول من حيث الشكل، إذا أي شخص ارتكب الفعل الذي يجرمه نص القانون أو قانون العقوبات، هذا السلوك بيبقى جريمة. طبعا هنا معنى الكلام الشكلي ايه؟ ان انا ماليش علاقة لمين هو الشخص ده، ايه الظروف اللي ادت لارتكابه الجريمة، هل هي ممكن تبقى ظروف مخففة ولا لا، ماليش علاقة بالكلام ده. زي عديد من الجرائم، زي جريمة القتل العمد على سبيل المثال، نص القانون بيقول ايه؟ ايه هو تعريف القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد؟ هو انعقاد النية واتجاه الارادة نحو ازهاق روح انسان دون وجه حق. اذا حد خالف هذا النص او ارتكب سلوك بالمخالفة لهذا النص، بنوصف هذا السلوك على انه
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ده أول مفهوم. المفهوم الثاني للجريمة هو المفهوم الاجتماعي اللي حطه فقهاء المدرسة الوضعية. بينظروا إلى الجريمة على إنها كل فعل ضار بمصالح المجتمع الأساسية، وبالتالي المناط تكليف الفعل بأنه إجرامي من عدمه ليس النص التشريعي بقى، لا، إنما هو المبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية التي تسود المجتمع. بالتالي هذا التعريف الاجتماعي للجريمة بيوسع دائرة الأفعال التي ينظر إليها المجتمع على إنها جريمة، لأن الدائرة دي بتتسع باتساع مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود المجتمع. ليه؟ لأن دائرة القانون الجنائي أو قانون العقوبات هي أضيق من دائرة القيم الأخلاقية أو القيم الاجتماعية. بتعبير آخر، ليس كل ما يرتكبه الإنسان يجرمه القانون، ولكن بعض ما يرتكبه الإنسان يجرمه القانون، ويمكن للبعض الآخر الذي لا يوجد له نص قانوني قد ينظر إليه المجتمع على أنه أمر دار. وبالتالي مفهوم الجريمة من وجهة النظر الاجتماعية يجعل نطاق الأفعال التي تعد جريمة أوسع أو أكبر من الأفعال التي يحددها المشرع في قانون العقوبات. وعشان كده بقى ليس من الضروري أن يتفق مفهوم الجريمة القانوني والتشريعي مع المفهوم الاجتماعي. وهنا ده بقى بيخلينا في ضوء هذا المفهوم الاجتماعي ان البعض ابتدى ينادي فكرة الجريمة الطبيعية، بمعنى ان هي كل فعل يقع بالمخالفة لظروف وقواعد التعايش الاجتماعي المتعلقة بنظامه وامنه، وعلى ذلك فان اي فعل يقع يعد مخالف لهذه القواعد يعد جريمة. نخلي بالنا المفهوم اللي فات كان مفهوم اجتماعي، ولكن من وجهة نظر فقهاء المدرسة الوضعية. هناك مفهوم آخر للجريمة أيضا بنطلق عليه المفهوم الاجتماعي بصفة عامة. هذا المفهوم أساسا بيتضح فيما ذهب إليه دوركايم في تعريفه للجريمة إلى أنها الفعل الذي يقع بالمخالفة للشعور الجمعي. وهنا ده بيتضح لنا أن التعريف دوركايم متأثر بفكرة دوركايم عن التضامن الاجتماعي. وبالتالي الجريمة من وجهة نظر دوركايم ما هي إلا تعبير عن انعدام شعور التضامن الاجتماعي لدى الفرد، وده بيرجع إلى عدم تزود الفرد بالقيم والمعايير الاجتماعية اللازمة لحماية الجماعة، وده اللي بيبدو واضحا في ظاهرة التضامن الاجتماعي. هنا بيبتدي دوركايم بيقول جملة مهمة جدا في تعريفه للجريمة، بيقول أن الجريمة تكاد تكون الظاهرة الوحيدة التي تنطوي بصفة لا تقبل الشك على جميع أعراض الظاهرة السوية. ومعنى الكلام ده أن الجريمة عامل هام لابد منه لسلامة المجتمع، وأنها جزء لا يتجزأ من كل مجتمع سليم. هذه النقطة هامة جدا من وجهة نظر علماء الاجتماع. ليه؟ لأنه بيقول بتعبير آخر، لو لم تكن هناك ظاهرة اجتماعية تتوافر فيها كل خصائص الظاهرة السوية لكانت الجريمة. يبقى كأن دوركايم بيقول أن الجريمة لها وظيفة سوية. طبعا ممكن نستدل على هذا الكلام، بمعنى واحدة من الوظائف المهمة للجريمة في المجتمع أنه عندما تحدث جريمة وتهدد المجتمع خطر، ترتفع درجة التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع لمواجهة هذا الخطر، فكأن وقوع الجريمة بيؤدي إلى ارتفاع درجة التضامن الاجتماعي. ارتفاع درجة التضامن الاجتماعي هو شيء مفيد للمجتمع. الحاجة الثانية على سبيل المثال، أن كل مجتمع لابد فيه قدر معين من الجريمة بصورة طبيعية، ولكن عندما يرتفع هذا القدر أو هذا المعدل من الجريمة داخل المجتمع، بالضبط ده يمثله أن كل إنسان طبيعي عنده درجة حرارة طبيعية، وعندما ترتفع درجة الحرارة نبدأ نبحث ما هي أسباب ارتفاع درجة الحرارة. كأن ارتفاع درجة الحرارة هو عرض لخلل في جسم الإنسان، بالضبط
ارتفاع معدل الجريمة هو عرض لخلل في المجتمع ككل، فكأن ارتفاع معدل الجريمة بينبه المجتمع ان هناك خلل، ابدأ في البحث عنه. يعني على سبيل المثال لما ترتفع معدلات انحراف الاحداث الابناء، طيب يبقى كان في خلل عندي. يا ترى ده الخلل في منظومة الاسرة، في منظومة الاجتماع، في منظومة المجتمع ككل، من خلال ابنية مختلفة زي المدرسة، النسق التعليمي، زي النسق الثقافي، اجهزة الاعلام، النسق الديني، المؤسسات الدينية، فدي وظيفة هي اخرى للجريمة بتنبه المجتمع لوجود خلل. الوظيفة الثالثة ان لما يقع اي فعل من قبل اي شخص انا بوقع عليه عقاب. هنا بيقول علماء الاجتماع ان ده بيترتب عليه حاجتين، حاجة بنسميها الردع العام والردع الخاص. الردع الخاص اللي هو تأثيره بيكون على الشخص الذي ارتكب الجريمة فقط، ولما وقع عليه عقوبة من المفروض ألا يعاود ارتكاب الجريمة. والردع العام هو إيه؟ عندما يرى الآخرون توقيع العقاب على من خالف القانون فإن ذلك يعد رادعا لهم لعدم ارتكاب الجريمة، وبالتالي ده يؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة. يبقى ده أنا عندي ثلاث وظائف هي مفيدة من وجهة نظر دورقايم، بمعنى أن الجريمة عامل لابد منه لسلامة المجتمع. بارسونز أيضا بيصير في نفس الاتجاه وبيقول ان الجريمة بيعرفها انها انحراف عن المستويات المعيارية التي يجب ان يتوافق الفرد معها كثقافة عامة للمجتمع، وبالتالي ان الخروج عن هذه المستويات المعيارية هو انحراف عن ثقافة المجتمع. في ضوء ده ان التعريف الاجتماعي للجريمة غير محدد المعيار، الامر الذي يستوجب ان احنا نأخذ بالتعريف القانوني عند دراسة الجريمة. لماذا نأخذ بالتعريف القانوني؟ لعدة أسباب أو اعتبارات. واحد من أهم هذه الأسباب أنه ليس هناك معيار محدد أو واضح للضرر الاجتماعي أو ما نسميه خلل بالتضامن الاجتماعي. ليه؟ لأن ما قد يرى شخص على أنه ضرر قد يرى شخص آخر على أنه ليس ضررا، وبالتالي هنختلف كأفراد في تحديد معيار هذا الضرر أو مدى تأثيره على المجتمع، وبالتالي يعد التعريف القانوني هنا هو الأكثر تحديد. أيضا تعريف الجريمة بأنها ضارة اجتماعيا ده مفهوم مطاط. الحاجة الثالثة إن لو احنا مشينا أو اتبعنا التعريف الاجتماعي للجريمة ده يخلي عالم الاجتماع في نفس الوقت مشرع وقاضي. ليه؟ لأننا أنا اللي هحط النص وأنا اللي هوقع العقوبة، وبالتالي عالم الاجتماع هيبتدي يبيح بعض أنماط السلوك ويجرم البعض الآخر. هذا العمل ليس في مجال تخصص عالم الاجتماع ولا يستطيع أن يؤديه. الحاجة الثالثة أو المبرر الثالث، لا يمكن بأي حال فصل مفهوم الجريمة عن القانون. ليه؟ لأن احنا قلنا في البداية أن السلوك أو الفعل الإجرامي هو الذي يخالف نص في قانون العقوبات. بصفة عامة بالرغم من المفهومات الثلاثة السابقة للجريمة، فإن علماء الاجتماع في أغلب الأحوال بيعتمدوا على المفهوم القانوني للجريمة. ليه؟ لأنه موضح واضح محدد المعالم ومفهوم مانع. يعني إيه بالنسبة مانع؟ يعني لا يسمح بدخول أي مفهوم آخر داخل أي سلوك آخر داخل هذا المفهوم. زي ما قلت من شوية في تعريف القتل العمد، في أربع عناصر: انعقاد نية، ثم اتجاه إرادة، ثم فعل اللي هو إزاك روح إنسان دون وقع حق دون سلطة. كأن هنا أنا حصرت كل ما يمكن أن يسمى بالقتل العمد. هذا التعريف هو التعريف القانوني. بيتضمن القانون الجنائي بالتالي أربع عناصر بتميزه عن غيره من القوانين اللي بتتناول السلوك الإنساني. إيه الأربع عناصر؟ العنصر الأول بنسميه أو بنطلق عليه الصفة السياسية. يعني إيه الصفة السياسية؟ إن أي قواعد للقانون الجنائي هي اللي بتضعها الدولة كنظام سياسي. يعني لما أجي على سبيل المثال أتكلم على قانون زي أدي مثال من الواقع، زي ما أتكلم على قانون التظاهر اللي هو يعني حوالي خلاف دلوقتي، هذا القانون بتصدره الدولة.
بيتناول سلوك الأفراد داخل المجتمع، هو يعبر عن إرادة السلطة أو النظام السياسي في الدولة. فكأن القانون، فكأن الجريمة هنا هي لها، أصبح لها صفة سياسية بمعنى أنها تصدر من سلطة الدولة. العنصر الثاني اللي في القانون الجنائي هو عنصر التحديد، بمعنى أن الفعل المجرم في القانون الجنائي محدد بدقة، وده قلناه من شوية. يعني إيه محدد بدقة؟ يعني لما أجي أقول أن السلوك الإجرامي هو الذي يسبب ضرر للشخص، طب السؤال إيه هو الضرر؟ ما معياره؟ ما مقياسه؟ ما شدته؟ ما قوته؟ هنختلف مع بعض، على حين قد يرى آخر أن هذا السلوك لا يسبب ضرر، هنبتدي نختلف. إنما في التعريف القانوني في القانون الجنائي، لا، هو التعريف على درجة عالية من التحديد، بحيث لا يمكن تأويل هذا التعريف لشيء آخر غير مراد المشرع في هذا النص، وهو على سبيل المثال زي ما قلنا برضو القتل العمد. العنصر الثالث في القانون الجنائي هو المساواة في التطبيق، بمعنى إن تطبيق العدالة يجب أن يتم بصرف النظر عن الأشخاص اللي خالفوا النص القانوني. ليه؟ لأن العدالة في التطبيق هنا بتجعل من هذا النص قوة تلزم جميع الأفراد، لأن احنا عندنا القاعدة الأساسية بتقول في بصفة عامة في حياتنا الاجتماعية، من أمن العقاب أساء الأدب. بس هو لو كان أساء الأدب في أول مرة وتعاقب بصرف النظر عن هو مين، هذه الفكرة الأساسية. فهنا النص القانوني أو القانون الجنائي لا يميز بين مرتكبي الجرائم، ولكنه يتعامل معهم بالسلوك الذي تم ارتكابه بالمخالفة لنص قاعدة قانونية. العنصر الرابع هو الجزاء الجنائي، بمعنى أن القانون الجنائي عندما يضع قاعدة هو يحدد مخالفة هذه القاعدة، ثم بالتالي يحدد الجزاء. على سبيل المثال، لما اجي اقول في جريمة زي القتل، بيبتدي القانون الجنائي يفرق بين انواع القتل. انا عندي القتل العمد والقتل الخطأ على سبيل المثال، بالتالي هو بيضع عقوبة او جزاء للقتل العمد، ثم بيضع عقوبة وجزاء للقتل الخطأ. يبقى كأن هنا هو بيحدد النص، مع النص بيحدد العقوبة التي يجب أن توقع إذا تم مخالفة هذا النص القانوني. العنصر الثاني اللي هنتكلم عليه ما يسمى بنسبية الجريمة. يعني إيه نسبية الجريمة؟ إن الجريمة ليست فعل مطلق أو ثابت، إذا نظرنا ليه من الناحية القانونية أو الناحية الاجتماعية. بمعنى أن القانون الجنائي نفسه المحتوى بتاعه بيتغير، بمعنى أن نص القانون ممكن يتغير من فترة عن فترة. ليه؟ لأن احنا قلنا ده راجع ليه باعتبار أنه ليه صفة سياسية. يعني على سبيل المثال، ممكن في وقت معين يتحط قانون، ممكن لما يتغير النظام السياسي اللي موجود يغير هذا القانون، يبقى كأن القانون هنا هيتغير، يبقى كأن تعريف الجريمة نفسه هيتغير. ده بيرجع لعدة أسباب. إيه هي؟ زي ما قلت إن القواعد اللي بيشتمل عليها القانون الجنائي وتعطها الدولة أو السلطة الرسمية، لما تنتقل السلطة دي من جماعة لجماعة أو من فئة لفئة أو من حزب لآخر، من المتوقع إن في جرائم كانت تدخل ضمن نص القانون العقوبات في ظل نظام معين، لما يجي النظام الآخر هيبتدي يشيل أو يخرج هذا النص من قانون العقوبات. يعني على سبيل المثال، كان قبل قيام الثورة كان في قانون اسمه العيب في الذات الملكية. هذا القانون على ما أعتقد اللي هو حكم بسببه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد في السجن، لأنه قال عبارة أن العدالة أو يعني أو تطبيق القانون لابد أن يطول أكبر رأس في الدولة. طبعا أكبر رأس في الدولة هو الملك. في ظل قانون العيب في الذات الملكية عوقب عباس العقاد بهذا النص.
لما قامت ثورة 23 يوليو شالت هذا القانون. يبقى لو واحد قرر نفس الكلام اللي قاله عباس العقاد لن يعاقب. ليه؟ لأن لا يوجد نص في القانون يعاقب على هذا الفعل أو هذا السلوك. دي حاجة. ترتبط نسبة الجريمة أيضا في المجتمعات من تغيرات القيم الاجتماعية ومعتقداتها وأسلوبها الجمعية. ليه؟ لأن أنا بيبتدي القيم عندي احنا بنقول القيم على درجة من الجماد الجمود ولكنها تتغير مع مرور الزمن. على سبيل المثال أنا ممكن أجرم ارتداء أو اللبس بطريقة معينة، أجي بعد فترة زي مفهوم الحشم على سبيل المثال، أجي بعد فترة ممكن أجرم هذا السلوك أو كنت بجرمه ثم أبيح هذا السلوك. فكأن تغير القيم داخل المجتمع بيبتدي يغير من رؤيتنا لأنماط السلوك باعتبار أنها مخالفة أم غير مخالفة. في أحيان السبب الثالث أن في أحيان كثيرة أن السلوك الواحد بيقابل بردود أفعال متناقضة. يعني إيه؟ أنا هاخد سلوك زي القتل، واحد أزهق روح آخر، فألاقي على سبيل المثال قتل العدو في ميدان المعركة بيعد من أعمال الشجاعة والبطولة التي يكافئ عليها الفرد. طيب لما يجي واحد من أفراد المجتمع عادي يقتل شخص آخر، لا بقول ده يستوجب العقاب. طب ما هنا في قتل وهنا في قتل، بس السلوك هنا كان رد فعلنا للسلوك هنا مختلف عن هنا. ليه؟ لأن تغير الظروف المحيطة بسلوك القتل نفسه تؤدي إلى تباين رد فعل المجتمع إزاء هذا السلوك. العنصر الثالث الرابع المهم إن في فروق كبيرة في تطبيق وتفسير القانون في نظام قضائي معين في وقت معين عن وقت آخر. ليه؟ لأن ده ممكن على سبيل المثال يؤثر في الوضع القانوني للمتهمين، وبالتالي نظرتي أنا لمرتكب السلوك نفسه طبقا للفروق في تفسير القانون في النظام القضائي يتغير وضع المتهمين. طبعا ده برضو ليه علاقة بالسياسة. يعني ازاي أنا على سبيل المثال كما قيل في إن الشاهد في جريمة رشوة أنا بعاقبه أيضا، طب هو الشاهد ذنبه إيه في جريمة الرشوة؟ يعني أنا مش عايز الناس تشهد مثلا؟ ده أنا بدي مثال على الفرض يعني. هننتقل بعد كده للنقطة الثالثة وهي تعريف المجرم. والسؤال ببساطة من هو المجرم؟ طبعا الرد أبسط منه هو الذي ارتكب جريمة. أيوة، ولكن هناك عدة اعتبارات تتدخل في تحديد معاملة الشخص الذي يرتكب فعلا يجرمه القانون على أنه مجرم. أهم هذه الاعتبارات ما يلي. أول اعتبار عامل السن. يعني إيه عامل السن؟ يعني عندي فرد في المجتمع قتل، أول سؤال بسأله لنفسي هو عنده كم سنة؟ ليه؟ لأن أنا عندي في واقع الأمر لما أجي أتكلم على معاملة مرتكب الشخص ارتكب الجريمة بقول إنها طبقا للسن عندي شريحتين. الشريحة الأولى اللي هو عند ارتكابه فعل محل المساءلة لم يبلغ 18 سنة ميلادية، اللي احنا بنسميه كده حدث، واللي أتم 18 سنة ميلادية لا ده بسميه مجرم بالغ. كأن السن هنا شخصنا يرتكبوا نفس الجريمة، ولكن أنا لما أجي عاقب لا ده بقول هل هو أتم كان عنده 18 سنة ولا أقل؟ لو أقل هعاقبه بقانون الأحداث. طب السؤال إيه الفرق؟ الفرق ان العقوبات اللي موجودة في قانون الاحداث ليست بمثل شدة او قسوة العقوبات اللي موجودة في قانون الجنايات اللي هو بعاقب بالبالغين. يعني هدي مثال واحد، اذا الحدث قتل وقتل متعمد لا يوجد في قانون الاحداث عقوبة الاعدام، اقصى عقوبة الاشغال الشاقة 7 سنوات وفي بعض الظروف بتشد. كأن هنا لو الحدث ده قتل أنا لا أعاقبه بالإعدام برغم أنه قاتل قتل متعمد، وإذا ارتكب الجريمة دي نفس الجريمة شخص بالغ أنا هعاقبه بعقوبة الإعدام. يبقى دي أول حاجة أنا هيتباين تعامل القانون
مع المجرم طبقا لمعيار السن. العامل الثاني هو عامل توافر القصد الجنائي اللي بنقصد بيه النية، وده بيرتبط بقدرة الشخص على التمييز بين الخير والشر. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قلت من شوية، هل القتل ده كان قتل عمد ولا قتل خطأ؟ القتل العمد بيبقى واحد من اهم ما يجب ان يتيقن منه القاضي هو توافر النية، دي مهم جدا. طبعا واحد يقول لي هو يعرف ازاي النية؟ لا، في شواهد، في انماط من السلوك. يعني مثلا واحد قتل واحد وهو خارج من بيته، لو في شهود بيقولوا ان هم شافوا الشخص ده لمدة شهر او شهرين بيتواجد في نفس المكان علشان يبتدي بالظبط يعرف الشخص ده بيخرج امتى وبيرجع امتى، يبقى هنا في نية. طيب، لابد مع النية تتوافر الارادة اللي هو القيام بعملية القتل. ليه؟ لان انا لا اعاقب على النية، لابد ان تظهر النية في سلوك. فاذا ثبتت النية ده عامل مهم في توافر القصد الجنائي. هرجع مرة تانية اقول انا عندي اتنين قتلوا، واحد هحكم عليه بالاعدام وواحد سيء هحكم عليه بسبع سنين. ليه؟ لان الاولاني كان عنده توافر نية القصد الجنائي، انما الشخص الثاني القتل بالنسبة له كان قتل خطأ. ليه؟ يعني ايه قتل خطأ؟ يعني لم يكن في نيته ان يرتكب هذا السلوك. العامل الثالث في تعريف المجرم بنسميه عامل الاختيار، بمعنى ان لابد ان اتيقن ان هو قام بهذا السلوك باختياره ولم يكن نتيجة لضغط او ارغام، سواء ارغام نفسي او ارغام مادي، ايا كان هذا الارغام لارتكاب هذا السلوك. ليه؟ لان وقوعه تحت ضغط بيرفع عنه حرية الاختيار. بتعبير اخر، انه لو يكن هذا الضغط موجودا لما ارتكب هذه الجريمة. يبقى السؤال المهم، هل هو كان باختياره بكامل ارادته واختياره، ولا كان واقع تحت ضغط؟ وبالتالي هيختلف الحكم بين الشخصين. العامل الرابع بنسميه عامل الضرر للدولة، يعني هل انا كنت متعمد ان انا اسبب ضرر للدولة؟ على سبيل المثال ان ارتكاب الجريمة زي ان انا اضرب وسائل المواصلات مثلا، هنا في عامل ضرر للدولة، وطبعا ده بيكون معاه عامل ضمنيا في عامل ضرر للفرد. لو انا اصبت لوسيله المواصلات ترتب عليها اصابه لبعض الافراد الذين يركبون هذه الوسيله، ده هنا هجمع من الاثنين بس موجود فيها عامل الضرر للدوله. العامل الخامس اللي بيفرق برضه في تعريفنا للمجرم بنسميه عامل استعمال الحق. يعني ايه؟ يعني احنا في ثقافتنا العربيه والاسلاميه بقول والله أن الأب إلى حد ما أو إلى درجة معينة من حقه أن يؤدب ابنه، يضربه. طب لو جه شخص غير الأب، شخص غريب، وضرب نفس الضرب اللي ضربه الأب، يبقى السلوك هنا واحد، بس أنا بنظر للأب على كأنه كان بيستعمل حقه في التأديب، وإن هذا الشخص لم يكن له هذا الحق، يبقى بالتالي الشخص الآخر هوقع عليه عقوبة، ولكن الأب لن أوقع عليه عقوبة. ليه؟ لأن هنا بالنص بيقول لي إن ده كان بيستخدم حقه في عملية التأديب. العامل السادس اللي بيفرق اللي هو عامل أداء الواجب. يعني إيه؟ يعني هذا الشخص ارتكب هذا السلوك باعتبار أن هذا السلوك يقع ضمن متطلبات أدائه لمهمته أو وظيفته، وان لو شخص اخر ارتكب السلوك لا يقوم بتنفيذ هذه الوظيفه او لا يمارس هذه الوظيفه تنفيذ تلك المهمه يعاقب بنص القانون. على سبيل المثال، عشماوي اللي بيشنق او اللي بيقوم بعمليه الشنق، طب ما هو بيزرق روح انسان وقتل عمد. ليه؟ لان عشماوي ده بيتاكد ان حبل المشنقه متين، ان هو لما يجي يتم عمليه الشنق يتم صح، كان في انعقاد نية وفي اتجاه إرادة. طب وفي الشرط الثالث، هذا أزهق روح إنسان. طب الشرط الرابع في القتل العمد إيه؟ دون وجه حق. لا، ده هنا هو وجه، ليه وجه حق؟ ليه؟ لأن هنا هو بيمارس أداء واجب،
يبقى انا لا استطيع ان اعاقب عشماوي بالاعدام علشان قتل واحد محكوم عليه بالاعدام. فهنا عشماوي بيمارس الواجب بتاعه، فده ضمن اداء الواجب. العامل السابع اللي احنا بنسميه عامل الدفاع الشرعي عن النفس، ان الشخص ده قد يرتكب سلوك في حال الدفاع عن النفس، وده معروف في القانون، اللي انا ببنى وقوع ضرر ليا او اذى ليا. يعني واحد داخل عليا بسكينة ويقين خلاص هيقتلني، فانا ضربته بالمسدس. انا دي بقول ان ده كان حالة دفاع عن النفس، خشيت وقوع ضرر. فده طبعا هنا العقوبة شخصين هيرتكبوا جريمة قتل، بس انا هقول ان ده كان في حالة دفاع عن النفس وده كان قتل عمد، مع ان السلوك نفسه كقتل هو واحد. بعد كده عامل الضرر الفعلي. عامل الضرر الفعلي مقصود بايه؟ ان يترتب وقوع ضرر فعلي. هنا بقى المشرع بيقول سواء مادي او نفسي، بس الضرر واقع. طب ناخد موقف، زوج على خلاف مع زوجته، فهيروح مكان العمل وهيبتدي يعمل مشاجرة او خناقة او اهانة. طول ما هو بيفكر في ده الضرر الفعلي ما وقعش، لانه لم يتعدى النية الى الارادة. فانا لو احاسبه على حالة فكرية او انفعال، لانه لسه ما ظهرش، لابد من وقوع الضرر، لابد من وقوع الضرر ان هو يقوم بهذا السلوك. طيب لما هو راح مكان الشغل لزوجته دي، هفترض ان هو ابتدى يسبها او يشتمها، طبعا دخل ممكن نقول ان ده وقع ضرر نفسي عليها، ان يعني اهانها في مكان العمل، وده على فكره بنسميه الطلاق لوقوع الضرر. او ممكن يبقى الضرر مادي انه ضربها بقى. فسواء كان الضرر مادي او معنوي، بس الشرط هنا انه وقع، يبقى لابد من الضرر الفعلي، وبالتالي عند التجريم لا احاسب على النية طالما لم يتم ارتكاب السلوك. العنصر الاخير هنا التاسع بنسميه العلاقة السببية. يعني ايه العلاقة السببية؟ يعني العلاقة المباشرة بين الفعل المرتكب والضرر الواقع، لابد تكون العلاقة مباشرة. مثال، شخص اطلق نار على شخص، استدعينا عربية الإسعاف، عربية الإسعاف شالت هذا الشخص ده وهو حي. المفروض إن جوه عربية الإسعاف في تجهيزات زي الأكسجين مثلا. العربية دي ما كانش فيها تجهيزات. طيب. وهي بتنتقل بيه الشوارع مزدحمة، بدل ما توصل فيه في المستشفى في 10 دقايق، وصلت بيه في المستشفى بعد ساعة، كان هذا الشخص مات. طب السؤال هنا، هل هو مات نتيجة للسبب المباشر لإطلاق النار عليه، ولا هو مات نتيجة للفترة الطويلة اللي استغرقها ما بين نقله من مكان الإصابة للمستشفى، فأدت مضاعفات ضربه بالنار إلى وفاته؟ هنا بنقول في الحالة الثانية إن ما فيش علاقة سببية مباشرة بين ضربه بالنار وبين وفاته، يبقى ده موقف آخر. طب لو هو ضربه في لحظتها ومات في لحظتها، لا، هنا العلاقة السببية موجودة. وعشان كده لابد نقول لازم نفرق، هل هناك علاقة مباشرة بين الفعل وبين الضرر ولا ما فيش؟ دي من المهم الوصول إليها. بعد تعرفنا للمجرم هنيجي نتكلم على أنواع الجريمة، أو نعرف أنواع الجريمة. لما نيجي نبص لأنواع الجريمة، أنواع الجريمة لا تشكل مش هي نماذج متجانسة، إنما هي بيتم تصنيفها. عندنا بالظبط 7 تصنيفات للجريمة. بصنف الجرائم حسب جسامتها أو خطورتها. وعشان كده بنلاقي إيه؟ لما نيجي نص القانون المصري بلاقي 3 أنماط من الجرائم: المخالفة والجنحة والجناية. طبعًا أدناهم المخالفة وأعلاهم الجنايات. وعشان كده لما نيجي بيقول ده ارتكب جنحة او مخالفة، في تقديرنا ان هي ليست في شدة او خطورة الجنايات. يعني على سبيل المثال، لا استطيع ان اعتبر ان قتل الشخص لاخر مخالفة، لا دي جناية.
وبالتالي ليه؟ لأن خطورتها عالية. ده من حيث الخطورة. المعيار الثاني في تقسيم أنواع الجرائم حسب الإيجابيات. يعني إيه حسب إيجابياتها؟ أنا عندي أنواع الجرائم تقع من فكرة الإيجابية لحاجتين: بارتكاب الفعل أو امتناع عن الفعل. طبعا واضح جدا كيف تحدث جريمة إيجابية لما أنا ارتكب الفعل زي القتل، إن أنا قتلت واحد. طيب إمتى تحدث جريمة الامتناع؟ إن أنا شفت جريمة ولم أبلغ عنها، يبقى ده الامتناع عن التبليغ، هذا أيضا يعد جريمة. كأن الجريمة هنا بتقع سواء بارتكاب الفعل أو الامتناع عن الفعل، في كلتا الحالتين جريمة. تقسيم الجرائم، المستوى الثالث في التقسيم، تقسيم الجرائم من حيث استمراريتها. يعني إيه من حيث استمراريتها؟ أنا عندي جرائم وقتية، يعني تحدث وتنتهي في نفس اللحظة زي القتل، دي جريمة وقتية، أنا أطلقت عليه النار ومات. طب عندي نوع تاني بالجريمة بسميها جريمة مستمرة، يعني تاخد وقت، زي ايه؟ زي اخفاء المسروقات. انا ممكن قاعد مخبي عندي المسروقات لمدة سنة، لمدة سنتين. او جرائم الخطف، لما بخطف شخص بتستمر عملية الخطف ده اسبوع شهر، فدي جريمة مستمرة. المعيار الخامس لانواع الجرائم زي ما قلنا قبل كده، هل هي عمدية ولا غير عمدية، يعني هي قتل عمدي ولا قتل خطأ. بعد كده تقسيم الجرائم من حيث اتجاه الضرر، هو الضرر رايح لفين. وعشان كده بنبتدي نقول ان في جرائم بتتجه الضرر فيها للدولة، دي ممتلكات الدولة. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لما قلت من شوية ان انا اضرب سيارة نقل عام اضربها وهي ماشية، ده ادرى لما اكسر فوانيس الشارع على سبيل المثال. وعندي جرائم ضد الافراد، الضرر ضد الافراد كجسم كبدن او كنفس. يعني ما احنا قلنا الضرر ضد الافراد حاجتين، يا اما ضرر مادي زي الضرب، او ضرر معنوي زي الاهانه او التحقير او الاساءه او التشهير، ده ضرر نفسي. او ضرر ضد ممتلكات الافراد، ان انا اخطف او اسرق سياره شخص معين، او ضرر فيما يتعلق بنسميه بقى ضرر ما يتعلق بالجرائم السياسيه بقى. ثم عندي ضرر عسكري يتعلق بمعلومات عسكريه، ده ضرر زي التجسس مثلا اذا كان في مجال عسكري. بعد كده عندي تقسيم الجرائم حسب الاغراض الاحصائيه، يعني انا في الاحصاءات بطلعها ازاي. فممكن بنقول في الاحصاءات على سبيل المثال بقول جرائم ضد النفس، جرائم ضد الاموال، جرائم ضد الاداب، جرائم الاداب العامه، حسب التصنيف اللي انا بعمله. اخر حاجة تقسيم الجرائم حسب تنظيم الجريمة. ليه؟ لان انا عندي بقول بقسمها لحاجتين: جرائم احترافية وجرائم غير احترافية. الجرائم الاحترافية على سبيل المثال زي جرائم المخدرات، لا دي جريمة احترافية بتمارسها مجموعة بتحترف هذه المهنة، لها قواعد، لها تنظيمات، لها شكل، لها علاقات، فدي عملية منظمة فبسميها جريمة احترافية. غير لما يجي واحد يكسر بيت ويسرق اللي فيه ويمشي، لا دي جريمة غير احترافية. عشان كده بنقول الجرائم عندنا اما جرائم احترافية او جرائم غير احترافية. بعد كده بنيجي نقسم الجريمة حسب احصاءات الجريمة. عنصر جديد بتنقسم اهم مصادر احصاءات الجريمة، اول مصدر ليا اللي احنا بنسميها احصاءات الامن العام اللي هو بيطلعها الامن العام بتاعه الشرطه. احصاءات الامن العام بدي البيانات اللي بيتم تسجيلها خلال السنه، بوزعها على سبيل المثال على شهور السنه، بوزعها على حسب نوع مرتكبها ذكر ولا انثى ولا حدث ولا بالغ، بحسبها على حسب المهنه بتاعه مرتكب الجريمه، برضو احيانا بصنفها على حسب ضحايا الجريمه. هنا أساتذة هذه الجرائم نخلي بالنا لا تمثل الواقع الفعلي لمعدلات الجريمة في المجتمع. ليه؟ لو مشينا مع بعض كقاعدة أساسية،
ليس كل ما يرتكب يعرف، خلي بالكم الكلام ده. يعني واحد قتل واحد في الصحراء ودفنه خلاص، ده ما حدش عارف عنها حاجه خالص. وليس كل ما يعرف يعلن. طب عرفت، انا اعلنت الناس عرفت ولا لا؟ نخلي بالنا. طيب ليس كل ما يعلن يبلغ عنه، ما بلغتش عنه. يعني هدي مثال بسيط جدا، ولد كان بياخد، ابوه غني وسايب فلوس، فالولد ده يجي كل شويه راح واخد ايه 10 جنيه. ابوه ما عرفش انه خد 10 جنيه لان الفلوس كتير. طب ابوه عرف، طب هل اعلن ده ابوه ولا ما اعلنش؟ طب هل ابوه خد ضد اجراء وبلغ عنه ولا ما بلغش؟ دي المرحله الثالثه. طيب وليس كل، يبقى عندنا ليس كل ما يرتكب يعرف، وليس كل ما يعرف يعلن، وليس كل ما يعلن يبلغ عنه. طيب انا بلغت، ليس كل من يبلغ عنه يسجل في محاضر الشرطه. يعني ايه؟ يعني انا عندي 2 اتخانقوا مع بعض ووصل الموضوع لاسم الشرطه، طب ما ممكن يقول لك يتصالحوا، طب مع السلامه بقى بره، خلاص انا ماليش دعوه. طيب وليس كل من يبلغ عنه ويسجل يضبط، وليس كل من يضبط يحاكم، وليس كل من يحاكم يضع في السجن، لان عندي ناس بره محكوم عليها. طيب كان احصاءات الامن العام بتقول لي ايه؟ بتقول لي دي عدد القضايا للناس الموجودين جوه السجون، وبالتالي الشرطه ما تعرفش عنها حاجه. طب السؤال هنا، ليه الجرائم يكتشف ارتكابها ولا يبلغ عنها؟ ده السؤال المهم، لان انا عرفتها ليه ما بلغتش عنها. اول سبب هنا عندي سبب مهم جدا، مكانة الضحية ومكانة الجاني. بمعنى ايه؟ بمعنى اتجاه الضحية نمرة واحد. يعني انا على سبيل المثال وانا نازل لقيت فردة كاوتش العربية مسروقة، طب انا هقول بقى اروح السجن، اروح اسم الشرطة وابلغ عنها واعمل محضر وضايع وقت، طب ليه؟ الموضوع ما يستحقش. يبقى انا شفت وعرفت بس ما بلغتش، دي حاجة. الحاجة التانية مكانة مرتكب الجريمة لو انا عرفته. يعني ايه؟ يعني افتقد اللي عمل ده واحد بلطجه في الحتة وانا عارفه انه سرق، طب انا بقى اروح ابلغ عنه عشان ده بقى بدل ما يسرق الفرد الكاوتش ان هو جاي يسرق العربية، يبقى انا مش هبلغ في الشرطة. او ان الشخص اللي ارتكب الجريمة ده وانا عارفه ينتمي بعلاقات قوية في المجتمع، يعرف فلان ويعرف علان، يبقى مهما عملت مش هوصل لحاجة. طيب هناك جرائم يتم اكتشافها وتبلغ الشرطة ولكن ما بسجلهاش، ودي النقطة التانية اللي كنا بنتكلم عليها. ليه؟ برضو هنا مكانة الجاني ومكانة الضحية، هو انا مين وهو مين. طبعا هنا من المعروف دايما لما يكون مكانة الجاني اعلى من مكانة الضحية عادة الامور بتتلم، واللي احنا بنشوفه احيانا في بعض التمثيلات وبعض الافلام يبقى في اسم الشرطه ويجي لي تليفون يروح اقول له ايه، طب مع السلامه، وكل واحد بقى يعني اطلعوا بره وحلوا الموضوع. طبعا ده بيحصل في المجتمع. مش عايزين نغمي عينينا ان في قدر من الفساد في النظام الشرطي، وده موجود في اي مكان على فكره، يعني مش بتكلم عشان الشرطه، موجود في اي مستوى، في فساد وفي رشوه. فهنا ممكن ده بيتدخل في العملية دي، ليه انا ما بسجلش. بعض سياسات الشرطة زي ما قلت انها بتحاول لما يجي لها قضية او بيجي لها حاجة مشكلة، 2 ضاربين بعض ومش عارف ايه، بتحاول ايه تصلح بينهم ودي، بدل ما ابتدي بقى افتح محضر واسجل واحول للنيابة. طب ما ده يخلي لي في الاخر احصاءات الجريمة مش باين فيها كل اللي انا بقوله ده. في بعض الاسباب في السياسة العامة، يعني ايه؟ ومن الغريب ان السياسه العامه دول الاثنين متناقضين مع بعض. يعني فتره معينه في ظل وجود نظام سياسي او حزب معين يدي توجيهات كده، يا جماعه بلاش تسجلوا محاضر كتيره، علشان نقول بعد كده لما تظهر الاحصائيات ان في ظل وجود هذا النظام السياسي معدلات الجريمه انخفضت، لان انا بعرف ارتفاع وانخفاض معدلات الجريمه من احصاءات الامن العام.
ويجي نظام سياسي اخر يقول لك لا طلع الاعداد، خلي الاعداد كبيره علشان الناس تعرف ان انا بشتغل وان انا ما بسيبش حد. يبقى مره تانية انا عايز معدلات الجريمه تنخفض علشان اقول ان في امان في عهدي، او ان انا عايز معدلات الجريمه ترتفع علشان اقول ان انا كنظام وكدوله بقوم بالواجب بتاعي. فده يعني حسب التوجه السياسي. احيانا انا لا اصل بالرغم من ان انا عرفت المجرم انه ما اقدرش اوصل له، بيختفي بيهرب مني. بعد كده بنيجي للمصدر الثاني اللي هي للجرائم. احنا قلنا اول مصدر اللي هو الامن العام او احصاءات الامن العام. المصدر الثاني هو احصاءات المحاكم. نخلي بالنا هنا بتقول احصاءات المحاكم بتقول ايه؟ دي وزاره العدل بقى اللي بتطلع الاحصاءات دي. بتطلع احصاءات سنويه عن عدد الحالات التي قدمت للمحاكمه وعدد الذين ادينوا. طيب لما نيجي نمسك الكلام ده ونشوفه للواقع هنقول نفس الفكره اللي كنا بنتكلم عليها. بمعنى ايه؟ ان من عيوب احصاءات المحاكم سؤال بسيط جدا، هل بالضروره ان كل من ارتكب جريمه قدم للمحاكمه؟ لان احنا عندنا قاعده اساسيه او ذهبيه في احصاءات الجريمه بتقول ايه؟ ان حجم الجريمه في المجتمع هو بالظبط زي جبل الجليد العائم. يعني ايه جبل الجليد العائم؟ يعني جبل الجليد زي ما احنا عارفين اللي بيظهر على السطح هو العشر، والتسع اعشار هما تحت الميه. يعني نخلي بالنا يقول لك ايه؟ يعني بتعبير اخر معنى ان انا مسكت جريمه مخدرات مثلا على سبيل المثال اتجار، معنى كده ان في تسع جرائم مخدرات انا ما وصلتلهاش. لان ده العشر اهو. وبالتالي هل اللي بتديه المحاكم دي احصاءات وزاره العدل هل هي بالضروره دي بتعكس معدل الجريمه في المجتمع ولا لا؟ طيب ده انا عندي حالات بعد ما يتقبض عليها لا تقدم للنيابه لسبب بسيط جدا، لعدم توفر الادله. مش عايز اقول احيانا للعب في الادله بعد كده، ده موضوع تاني، لان هو شايف ان النيابه لا ترى ان هذه الادله تستحق تقديم هذا المتهم او ليست قويه لتقديم هذا المتهم للجريمه. لان احنا عندنا دايما بنسمع بنقول ايه؟ في دليل ظرفي. يعني ايه دليل ظرفي؟ يعني الشخص ده تواجد بالصدفه في مكان ارتكاب الجريمه بس انا ما اقدرش اقول ان هو ارتكبها. اخر نوع من الاحصائيات هي احصائيات السجون. دي بتقول لي بالظبط مين الناس اللي موجودين جوه السجن. يبقى الاحصائيات دي بتشمل اللي اتحكم عليهم فقط، مش كده بس، واللي انا قدرت امسكهم. ما احنا قلنا قبل كده في ناس هحكم عليهم مش موجودين في مصر، يبقى مش موجودين في السجن، ولا الناس اللي هربوا من الحكم، ولا الناس اللي انا استطعت في الاساس ان انا اقدمهم او اتوصل اليهم. فمعنى كده ان احصائيات السجون اساسا هي بتقول لي عدد الذين قبض عليهم ثم ادينوا ثم قدموا للمحاكمه ثم اودعوا داخل السجن. طب السؤال دول نسبتهم قد ايه من اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في الاول اللي انا ما اعرفهمش؟ الجريمه ما تعرفتش او ما تعرفتش ولم يعلن عنها، او لم يعلن عنها ولم تقدم تسجل، ولم تسجل ولم تقدم للمحاكمه وحكم عليا وغير موجوده في البلد، وبالتالي هي ليست جوه السجن. وعشان كده بنقول دايما ان 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 دراسات الجريمه من خلال احصاءات الجريمه انا بحلل البيانات، ولكن السؤال هل الارقام اللي موجوده قصادي فعليا في الاحصائيات دي هل هي فعلا تعكس حجم الجريمه الواقع الفعلي في المجتمع او لا؟ مثال بسيط، لو انا عايز اعرف معدلات الغش لو رحت للكليه هتقول لي دول خمس حالات، لو انا سالت الطلبه بس يكونوا يعني عندهم ضمير كل واحد من غير ما يكتب اسمه يقول لي في الامتحان الاخير غش ولا ما غشش، هلاقي ان هم استحاله يكونوا خمسه من 500 زي ما المحقق بتاع الكليه قال لي. هو ده الفرق بين ما يرتكب بالفعل ومن يدان ويودع ويحكم عليه بالفعل. ده بيؤدي إلى تباين معدل الجريمة داخل المجتمع. وشكرا.